احنا طبعا بص محتاسين وخلاص بقى في كلام بيتقال كده وبنصدقه، يعني احنا بنعتبر ان هو ده كلام علمي يعني طالما اتكتب على الفيسبوك مثلا مبني على السمع بس. بالظبط كده، مبني على السمع، مبني على بوست، مبني على شير، الحاجات دي صحيح. فعايزين نصحح بقى المفاهيم دي. عندي ليك شويه اسئله كده اتفضلي ونقعد ايه نجاوب عليهم مع بعض. اتفضلي. اول سؤال، انا لما اشرب ميه وقت الاكل هيجي لي كرش وهتخن، فانا ما ينفعش اشرب ميه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. دول ايتين بعيد عن بعض طبعا، بس المقصود صدق الله العظيم طبعا. المقصد ان ربنا كرم الميه جدا. وكرم العضلات والعظم جدا، لكن ربنا ما كرمش الدهون في القران. دي هي حاجه واقع علمي بحت. واحد. اتنين، عمر ما كان شرب الميه يطلع كرش. لا، حتى لو شربتوا ميه اثناء الاكل، هو في اشخاص، في بني ادمين ممكن يحصل لهم عسر هضم لو شرب ميه اثناء الاكل، فيحصل انتفاخ في القولون فبطنه تنتفخ. هو اللي عامل انتفاخ، وليس ان الميه لما شربتها اثناء الاكل عملت لك. اصل كلمه كرش يعني ايه يا استاذه؟ يعني دهون على البطن. هي الميه تتحول لدهون؟ لا صعب، مستحيل. هي الميه تعلي الحرق اللي يكسر الدهون. حلو جدا، العكس. خلي بالك ده مهم تماما، بس نشرب 3 لتر ميه في اليوم، نلتزم بيهم، لان الميه مهمه جدا لعمليه التمثيل الغذائي، ومهمه جدا كمان نصيحه مهمه من الدكتور يا جماعه، 3 لتر ميه في اليوم اقل حاجه، مش 3 كوبايات. لا، 3 لتر ميه في اليوم. طيب فدي خدعوك فقالوا يعني. السؤال اللي بعده اتفضلي. بيجي لك الحاله واول سؤال يساله لك، طب انا دلوقتي المفروض اخس كذا كيلو، انا اخسهم بقى في قد ايه؟ لا ده بتساله كل سنتين. طيب الاول لازم الاول طبعا بعد ما كشفنا على الجهاز بتاعنا، كشفنا على الحاله بالجهاز بتاعنا اللي هو البادي كومبوزيشن. تمام. خلي بالك 99.9% من كل حالاتي او كل حالات السمنه في مصر يعني زياده الوزن في الدهون يا فندم. طيب احنا اكتشفنا ان احنا عندنا زياده في الدهون، يبقى احنا هنعمل سبوت كده على نفهم الحاله كده، ان احنا هننزل وزن دهون احاديه. خلي بالك في دهون ثلاثيه، تمام، دي اسمها دهون احاديه اللي هي دهون اللي ليها الثقل على الميزان، اللي هي وزن يعني. طيب هنزل في قد ايه؟ سؤال معتاد يعني. طيب احنا عشان ننزل دهون يا فندم احنا هننزل على مراحل. دايما انا فاهم الكلام ده لحالتي على فكره. تمام. يعني ايه يا دكتور وليد هتنزلنا على مراحل؟ طيب زي ما في حاجه اسمها دوره حرق دهون، يعني زي ما في حاجه اسمها دوره انبات شعر، ما عشان شعر بينبت لازم في دوره شعر، في حاجه اسمها دوره حرق دهون. تمام. دوره حرق ليها بدايه وليها نهايه. المفروض في المرحله الاولى بعد 4 زيارات من الكشف، بعد 4 زيارات لو الحاله اللي قدامي دي سمعت كلامي هنزلها ما بين 6 ل 13 كيلو. لو ايه بقى؟ معلش قولها تاني كده. ايوه لو طبقت تعليماتي، ما انا ليا تعليمات وليا طلبات، ليا طلبات هقولها حقيقه عشان ننفذ الكلام. طيب المرحله الثانيه بعد مرور 8 زيارات. تمام. يبقى من 1 ل 4 من 6 ل 13 كيلو. من 1 ل 8 زياره تراكمي ان شاء الله من 12 ل 18 كيلو. من اول زياره للزياره رقم 12 دي اسمها المرحله الثالثه، تراكمي ان شاء الله من 18 ل 28 كيلو. ما شاء الله. من اول زياره للزياره رقم 16 اللي هي المرحله الرابعه ان شاء الله ينزل معايا من 25 ل 35 كيلو، وده بيحصل على ارض الواقع للي بيلتزم بكلامي. بالظبط، بشرط الالتزام. يبقى إذن بتعليمات. صحيح صحيح. يبقى انت كده عرفت تنزل مراحل في قد ايه لغايه ما نوصل لاخر مرحله تثبيت الوزن. حلو جدا. طيب السؤال اللي بعده من حالة برضو، هل ينفع ان انا اخس مناطق في جسمي من غير اجهزة، من غير جلسات، بالدايت كده امشيها يعني؟ بادوية؟ بادوية ما اسمع الكلام ده كتير. الارداف بالذات مثلا، هنقول طيب ان سيدات مصر كلها واخدة شكل الكمثرى، فانا عايز انزل الارداف مش عايز انزل من فوق. صحيح. فوق رفيع. طيب هو دايما متسأل السؤال ده كتير جدا برضو بصراحة يعني، فانا هقول برضو رد طبي ورد منطقي. تمام. الرد المنطقي الاول، هو انا دلوقتي هنزل مناطق معينه فيها دهون عن طريق اكله او وجبه او دايت او كبسوله او دواء يعني. طب السؤال معلش، هو انت الاكله هتاكلها او الكبسوله هتاكلها قبل ما تبلعها هتقول لها لو سمحتي روحي منطقه الارداف انحتي لي؟ بالظبط، هي عارفه منين الكبسوله رايحه فين؟ ولا هو بيحصل توزيع عادل للاكل بعد عمليه التمثيل الغذائي، وتوزيع عادل للمحتوى بتاع الكبسوله. طيب ده المنطقه يا فندم صح؟ بالظبط. على المستوى الطبي بقى، الدهون احنا قلنا في نوعين منها، دهون احاديه وانا قلتها من شويه اللي هي ليها ثقل على الميزان اللي هي متوزعه بالتساوي في جسم كله. طيب
الدون الثانيه اسمها دون ثلاثيه، اللي هي الدون الصلبه، اللي هي الدون العنيده، اللي هي الدون المتكيسه بقى لها سنين في مناطق معينه زي بطن، ارداف، ذراعين، هنش، صدر، الحته الظهر اللي ورا اندر برا لاين، الحته اللي تحت الظهر. يقول لك انا بيبان في لبسي، بيبان في مقاساتي، مهما انزل على الميزان المناطق دي ما بتتحركش في جسمي. بالظبط. بسمع الكلام ده كتير. اقول لها يا فندم حضرتك مشيت على الطريق الغلط، الدايت بينزل وزن، لكن لو عايزه تنحتي مناطق لا، في اجهزه اسمها اجهزه النحت بدون جراحات مع شد الترهلات، زي مستوى النانو تكنولوجي مستوى 36، الحمد لله جايب طفره، عامل طفره رهيبه في كل فروع عندي، بينحت فعلا القوام، بيعمل ريشابينج، فيبدا نتخلص من السمنه الموضعيه وبلا رجعه مع شد الترهلات. يعني بالذات السيدات انا عارفه، يبقى دي حلها اجهزه فندم. السيدات بتبقى عايزه وسط مناطق معينه، عايزه ايوه الاور جلاس بقى. او الاجهزه الوحيده اللي انا اقدر فعلا اوجهها على مكان واحد. بالظبط. لكن مفيش دواء ولا كبسوله، انما مفيش كبسوله ولا دايت كلها يوجه. ده حقيقه.